عليكم، اهلا بيكم على قناة بي ذا فيرست. خليك الاول. هنحل دلوقتي مع بعض امتحان الصف السادس الابتدائي، اداره بلاد دكرور قطاع بولاق. طبعا الليسننج هيبقى على حسب نص الاستماع للولاد هتسمعه. اول واحده في التشوز هتبقى هاو اوفن داز شي وير ا ويج. نمبر 2 they went to the park by bus. 3 my sister has a nice doll. نمبر 4 what time do you get up. Number 5, there is a bank beside the post office. Number 6, my mother baked bread by herself. Number 7, my father had 2 cups of coffee. 8, Saif likes reading comic books. أول واحدة في السيركل water وكوفي وجوس roast beef. طبعا هنشيل roast beef ونحط أي حاجة بتتشرب. Number 2, هنشيل go ونحط أي فعل irregular، فعل غير منتظم، زي مثلا ate. Number 3 طبعا هنشيل كلمة cake ونحط أي مكان. Number 4 هنشيل they ونحط مثلا myself. Number 5 أنا عندي هنا peach وgood وgreat وfun. طبعا هنشيل peach اللي هي خوخ اللي في الأول ديت ونحط أي صفة. القطعة بتاعتنا there isn't a bank in Saif's town. Number 2 هتبقى next. بعد كده بيقول لي why does Saif go to school in his father's car؟ هنقول because it is far. Number 4 does Saif live in Tanta؟ طبعا الإجابة هتبقى yes. طبعا هنا جايب باراجراف عن الآيس كريم، سهل قوي. rearrange هتبقى we are out of cherry pies. Number 2 may I speak to Ahmed please؟ البنكتويشن هنحط ال D وال E، دول هيبقوا capital. وبعد كده في number 2 هنحط أبوستروفي اس، وفي اخر الجملة هنحط نقطة. بالتوفيق، كان معاكم محمد أسامة.